أغنية حبيب الأولاني عن حبيبتي اللي ماتت. رامي صبري يتحدث لأول مرة عن سر أغنية حبيب الأولاني لإسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة. عايز أسألك، تجربة أغنية حبيبي الأولاني هي خاصة جدا عندك، ممكن تحكيلي قصتها؟ راح قال لها: أنا كنت في المعهد العالي للموسيقى العربية قسم تأليف موسيقى، وأنا في المعهد حبيت بنت كانت في معهد الباليه، وكان عندي ساعتها 20 سنة وهي 16 سنة، وهي كانت بنت باليرينا جميلة ومحترمة ومؤدبة جدا وبسيطة. احنا الاتنين على فكرة كنا بسطاء جدا، يعني انا ما كانش معايا عربية ولا كنت لسه غنيت، وكنا بنركب الاتوبيس سوا، وهي كانت جميلة وقمر، وكانت هي اول واحدة احبها في حياتي. الحب اللي لما تشوفيها قلبك يدق بتاع زمان، اللي ما بقاش موجود دلوقتي. فراحت قالت له: يا دي النيلة، شيرين مراتك هتطلع تولول لنا دلوقتي. فراح قال لها: لا، هي شيرين عارفة الموضوع ده عادي جدا، بس هي ما بتحبش الاغنية دي، خلي بالك. والمهم هي قالت لي ان انت لازم تنتج ولازم تحقق حاجة. فجأة البنت دي توفت وماتت، وكنت لسه ما غنتش ولا حاجة، وكنا ساعتها في 2003. قعدت 3-4 شهور عندي مشكلة نفسية ولا عارف انام، ولو قعدت مع اهلي على الاكل عيط، ولو سمعت موسيقى حزينة اعيط، وانا ونايم بعيط. المخدة كانت بتتملي مية، كنت بحبها جدا، وكنت فاكر ان هي دي اللي هتجوزها. الحب برضو جميل، بس من هنا حسيت ان ربنا بيديني علامات ان انا لازم اشتغل واعمل اللي هي كان نفسها فيه. زي وصية والله العظيم، ده حصل لي مش فيلم، انا بكلمك باحساسي ساعتها. جلت من 2004 لحد ما نزل اول البوم ليا، وسميت اول اغنية حبيبي الاولاني. خليت الشاعر عمرو طاهر صديقي وحبيبي حكيت له القصة، هو كان عايش معايا القصة دي، فضل يكتب واحدة واحدة لحد ما قال: يا قلبي هي مرة بنتلاقى في العمر مرة، ومهما نحب تاني ما بننساش. حبيبي الاولاني صعب في يوم يرجع لتاني، ده الفراق ادرك نصيبك، ليه يا قلبي اللي يسيبك يبقى طول عمره حبيبك بس ليه. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.